بسم الله الرحمن الرحيم.
برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم يا ربي أرنا عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ربي ليس لنا إلا أنت يا أرحم الراحمين، هذا ضعفنا ظاهر بيديك وهذا حالنا لا يخفى عليك. استودعناك هذا الرجل، اللهم انتقم له. اللهم يا ربي اجعله آخر روح تزهق في هذا البلد، يا ربي اجعله آخر روح تزهق في هذا البلد، اللهم اجعله آخر روح تزهق في هذا البلد. اللهم انتقم له، اللهم انتقم له. اللهم اربط على قلب أمه وإخوانه وأخواته، اللهم اربط على يا ربي كما ربطت على قلب أم موسى، اللهم اربط على قلب أمه وإخوانه وأخواته. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يرحم لكم الوالدين. الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين، 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 ويا سيدي يا ابن مباركة، يا سيدي ولد مباركة، ثبتك الله، ثبتك الله. إذا سألك الملكين وقالوا لك من رب فقل ربي الله، وإذا سألوك من قال من دين فقل دين الإسلام، وإذا سألوك من ماذا تقول في الرجل الذي بعثه فقل هو نبي محمد رسول الله بعثناه رحمة للعالمين. اللهم ثبت، الله يرحم والدين، الله يرحم والدين، الله يرحم والدين، الله يرحم والدين. الشيطان الرجيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. يلا الدراري شويه سيركم الدراري كبوره، وراكم الدراري الله ياخذ فيكم الحق. قد ما طلبتوا هذاك السيد، قد ما طلبتوا هذا السيد وجبدتوا في هذا القبر هذا، الله ياخذ فيكم الحق.
يا ربي جيتي من دفن جيت بعد ياسين اللي اصبح معروف بياسين اللي مات في الكوميساريه ديال البوليس بنكرير. الاخ ياسين قبل الخبر ديال الاخ ديالو صدمه قويه قويه في هاد الاصدقاء ديالو كذلك كيعزيو الاخ ديالو في الوفاه. هو حامل للرايه الوطن اللي كنشوفو معانا متابعينا. الحمد لله الغفير اللي سكنت بالقرير في جنازة ياسين من كلا الجنسين فئات العمرية كلها ترحب متابعينا ودازنا معكم في البث المباشر. أصدقاء مصدومين ومازال مبغوش يغادروا المكان. متابعينا غنحاولوا نغادروا المكان نشوفوا معنا الصورة الصادمة الأخ هو حامل راية الوطن كشديد في الأثناء متابعينا للأخ ياسين. شكرا للتتبع ديالكم ومتابعينا في هذا البث المباشر. احنا غادي نفضوا نهيو البث متابعينا الى حين وصولنا الى دار الحسن وغادي نقلوا لك سهم البث المباشر. فقط غادي نقول لكم شكرا لكم على التتبع ديالكم والى الله والى راجعون والبركه في العائله وبركه في الاصدقاء وساكنة بنكرير وكذلك مع الكامل كنعزيو في الوفاة ديال ياسين. شكرا لكم والى اللقاء.